مزيد من التفاصيل دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني الخبر هنا انا عايزاك تشرحه لي اكتر. هل الخبر احنا بنوسع الاستكشافات وممكن يبقى فيه يعني نجد اشياء جديده، ولا الخبر لانه فعلا ربما يكون هناك في يعني مناطق جديده للغاز واحنا بالتالي علينا ان نقوم بالبحث؟ طيب يا فندم، هو بدايه كده الخبر جاي في اطار ان الدوله المصريه بتحاول يعني تعظم فرصها في استكشاف يعني ابار بترول او ابار غاز طبيعي جديده سواء في البحر الاحمر او في البحر المتوسط. الدولة المصرية قعدت فترات طويلة للغاية، يمكن يعني من سبعينات القرن اللي فات بتحاول ترسم حدودها في البحر الأحمر والبحر المتوسط، لكن يعني الجيران كان بلا جدوى. الإدارة الموجودة حاليا يعني نجحت في إن هي ترسم الحدود بداية مع اليونان، بعدين مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي ده أتاح ليها إن هي تبدأ تعمل عمليات بحث وتنقيب جديدة في البحر الأحمر والبحر المتوسط. الرئيس بقى بيقول دلوقتي بعد ما نجحنا النجاح السياسي في ترسيم الحدود جزئيا مع اليونان، حضرتك عارفه ان احنا مصر وقعت اتفاقيه مع اليونان رسمت على اساسها خمس نقط بحريه اتعمل على اساسهم نقط ترسم الحدود بكاملها فيما بعد. النقط دي خلت مصر قادره على التوسع في عمليات البحث والتنقيب في غرب البحر المتوسط بالنسبه لمصر، يعني لانه الجزء الشرقي من البحر المتوسط هو اللي هو حدودنا مع قبرص و الاراضي الفلسطينيه، هو ده اللي خلى يعني ده اللي فيه عمليات البحث والتنقيب. لكن الجزء الغربي اللي هو حدودنا مع لبنان، لان هي حدود كانت غير مرسمه ما كانش بيحصل فيها اي عمليات بحث وتنقيب على الاطلاق لغايه لما جرت التقسيم بتاع الخمس نقط دول اللي اتخذوا اساسا لترسيم الحدود فيما بعد. بعدين مع الترسيم بتاع الخمس نقط وترسيم السوق مع اليونان، يعني بدات مصر بقى وزاره البترول والثروه المعدنيه تطرح مناطق للتنقيب. طرحت يعني عدد من المناطق، اتخذ منها خمسه بتجري عمليات البحث والتنقيب فيها، لكن ما زالت هناك اجزاء حتى الوقت الحالي يعني لم يحدث فيها عمليات بحث وتنقيب. الرئيس بيقول نبدأ نوقف في هذه المناطق، لأنه ربما إذا كان عندنا حوالي 55% من إنتاجنا من الغاز وجزء كبير من إنتاجنا من البترول بيجي من البحر المتوسط من المنطقة الشرقية من كميات على الأقل، لأن مساحة الجزء الغربي أكبر من مساحة الجزء الشرقي اللي بتجري فيه كل عمليات الاستكشافات والبحث اللي حصلت في تاريخ مصر واللي بتطلع منها الثروات الضخمه اللي احنا بنتمتع بيها دلوقتي، زي مثلا زهر والحقل الاخير اللي هو النرجس اللي حصل قدام العريش. طبعا فالكلام الرئيس بيحث يعني وزاره البترول على اجراء مزيد من عمليات التنقيب. وفعلا عمليات البحث والتنقيب مش بس بتفيد في اكتشاف الثروات المعدنيه، لا ده كمان استثمار اجنبي مباشر، لانه ده بيدخل بارقام ضخمه، ارقام دولاريه ضخمه. كل ما وسعت حضرتك عمليات البحث، كل ما الشركات دفعت فلوس علشان تقتني هذه المناطق يعني للبحث، واذا اصفر البحث عن يعني ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزق المصريين كلهم بابار بترول او استكشافات بتروليه او استكشافات للغاز، ده معناه عائد ضخم لمصر. أكيد. يعني حضرتك شايف مصر كلها منوره بنور الموجود دلوقتي. أكيد، ويا رب تفضل مصر منورة بنور زيادة كمان نتيجة الاستكشافات. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. زي ما حضرتكم شفتم كده، احنا لما بنتكلم عن هذا الاستكشافات والبحث وكل هذه الأشياء اللي ممكن تكون موجودة في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر كما ذكر دكتور محمد كده بالتفصيل، لكن في النهاية هو حق يعني حق مشروع لدى أي دولة طالما هي تقوم بهذا البحث والاستكشاف من خلال القانون اللي هي بتتعامل معاه بشكل دولي.